يعني مثلا هنقول ادي مثلا لما لو سيبنا الحريه كده من غير تنظيم، من غير تدخل دوله، من غير تدخل بلديه، من غير تدخل اي حاجه، ده الوضع اللي كان موجود بعد ثوره يناير، ان البلديه كانت انسحبت وشرطه المرافق كانت راحت في 60 داهيه والمحليات خلاص، فبقى الشارع ملك الباعة الجائلين. احنا عايزين نرصد الصوره ديت على اعتبار ان هل احنا لو سيبنا الدنيا كده البائع المتجول ما عندوش اي احساس بالمسؤوليه نحو المجتمع اللي هو فيه مثلا، وانه يعني هو بيحافظ، هو بيدور على اكل عيشه، ولكن في نفس الوقت المفروض يشوف حق البيئه وحق الناس اللي ساكنه وهكذا. وجهه نظر الدوله ووجهه نظر البائع، وما بين وجهتي النظر يمكن ان نقف في منطقة وسطى محايدة تحفظ للدولة حقها وتحفظ للبائع كمواطن حقه. معانا النهاردة بيشرفنا الأستاذ محمد عبد الله رئيس نقابة الباعة الجائلين ليحدثنا عن ظاهرة الباعة الجائلين. وأنا الحقيقة كنت حاسب له المجال إن هو يتكلم، بس أنا الأول عايزة إذا تفضل سيادته إن هو يقول لنا تاريخه في مجال مهنة البيع إيه؟ طب أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكر الحزب للندوة دي. ثانياً أنا عايز أقول يعني عايز على أساس إن حل المشكلة يبقى لازم تعرفوا مشكلة البيع الجائلين من الأساس. ظاهرة البيع الجائلين ظاهرة قديمة جداً، تم حلها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بقانون 33 لسنة 57. قانون 33 لسنة 57 كان بينظم عملية البيع الجائل. كانت ظاهرة البيع الجائل كان متجول، ما كانش ثابت، ده هي بتطور الزمن بقى ثابت، لكن هي في الأصل كانت متجول. يعني أنا أكلمك مثلا عن والدي كان بياع يعتبر في غرب القاهرة، كان مع رخصة اللي هي الرخصة النحاسية الصغيرة دي كده، تطلع رخصة بائع متجول عن غرب القاهرة، فبتسمح له التجول داخل منطقة غرب القاهرة، يعني ما ينفعش يروح حي تاني غير غرب القاهرة. غرب القاهرة كانت 9 أحياء، فيتجول داخل 9 أحياء. وكان القانون ده برضه بيسمح ان البياع بياخد رخصة، كان البياع بيطلع له في البطاقة مهنة بائع متجول، كان العدد معروف، كان الدنيا معروفة. بتطور الزمن بقى بدأت تطور البيع والشراء لغاية ما أصبح بائع ثابت. انتشرت في الميادين وفي الأسواق، اللي برضو كان من ضمن الظاهرة إن إحنا كبائع جائلين يرجع أصولنا كلها إلى الصعيد. يعني مثلا أديلك مثلا زي محافظة أسيوط، 80% من البائع الجائلين على مستوى القاهرة الكبرى يعتبر أسيوط. عندنا تجاوزات في الرصيف، لكن حضرتك قاعدين بتقول انت من سكان وسط البلد. حضرتك قبل ثوره 25 يناير اللي احنا بالنسبه لنا بنحس ان الثوره دي اكتر الناس اتظلمت فيها البائع الجائلين. يعني كبائع جائل قديم، حضرتك ايه، احنا في عز ما اقول لحضرتك بس ما عين. في ميدان طيب. التحرير ما كانش شغال غير البائع الجائلين على المتظاهرين. لا ما عندناش بقى، لا بعت لهم. طيب اقول لحضرتك انا اوضح لحضرتك كل حاجه، انا كبائع جائل قبل 25 يناير، لو حضرتك من سكان طلعت حرب يبقى انت عارف مين ممكن بيفرش هنا ساعه وساعتين. عارف حضرتك كان في بائع جائل، بس كان يعني محترم نفسه زي ما بقول، ما كانش بيقدر يفرش 2 متر 3. اصبح بعد الثوره، انا اقول حضرتك بعد الثوره مباشره، كل اللي هو السياحه لما وقعت، المصانع لما اتقفلت، كله ده صب عندنا كبائع جائل. هو مش بائع، احنا بننقسم الى جزئين، جزء البائع الجائل القديم اللي هو من قبل الثوره. والله احنا يا ريت ودونا الفلك او منعم رياض او الساحه اللي هي بتاعت درقه طالعه، ان احنا كده وسط البلد كلها ما فيش واحد دلوقتي يعني لاقي جنيه، وكلهم يعني اي واحد فيه، معنى انا اقل واحد ممكن فيهم، انا عندي عيال بتتعلم، عندي واحد عنده ماجستير في القانون، واحد بكالوريوس سيجار، متجوزين وخلفين ومش شغالين، يعني الدوله مش شغلتهمش ليا كمان. ومعي بنت برضه حقوق تعمل ماجستير، ومعي وقت سنه ثالثه ثانوي. فطب دول يروحوا فين؟ هاكل منين انا؟ انت ما عملتليش حلول بتاعتي.
والدولة ما بتدينيش أي حاجة، لا بتديني حق إعلام ولا بتديني حق نور ولا حق أي حاجة، ولا مصاريف للولد الطلاب اللي هم بيدرسوا ولا بيعملوا. طب أنا أجيب منين في الحساب؟ خدعة ماشين أنت خطأ. طب ليه؟ أنت إدينا ساحة من الساحة، إعمل لي ساحة، والساحة دي لم فيها البائعين اللي هم القدام أو اللي هم العشوائي. لا، كل بائع من اللي هم القدام يتلمهم بتوع وسط البلد دي وتديهم لها ساحة بتاعت الفلكة أو منها مليون.